الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله دائما وابدا نستعين. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانية، وفي هذا المهرجان الكبير مهرجان المؤسس طيب الله ثراه نصل إلى يوم تحديات الإجذاع وانطلاقات الإجذاع في هذه الأيام المباركة والجميلة. في هذه الأيام الصاخبة انطلق على بركة من الله وتوفيق شوطنا السادس الخاص بسن القعدان الإجذاع لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. أبدأ بداية مع مقدمة الشوط، مع أول الأسماء، مع أول المتقدمين والمنطلقين الباحثين عن هذا الانتصار. ينطلق الكايد هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريعة المري، من يقدم لنا في هذه اللحظات الكايد على المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع الحضور والانطلاق في هذه اللحظات من قبل الواصل والمتقدم الكاتب هجن الشحانية. يقدم لنا الكاتب الذهبي سالم بن فاران المري، من يدفع لنا بالكاتب على المركز الثاني المركز الثالث. أتابع الانطلاقة والحضور، الانطلاقة والوصول مع ثالث الأسماء، الاسم الواصل على ثالث المراكز يتقدم مجبور لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا مجبور المركز الرابع. أتابع حاشور هو القادم على رابع الأسماء، يتسلل بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا حاشور. بينما المركز الخامس أجد الوصول، أجد الانطلاق من قبل شعار هجن العاصفة، الشعار الذي يبحث عن النقطة الثالثة في هذا الصباح. يتقدم الوحداني، الوحداني ينطلق بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس الأولى، للمراكز الباحثة عن هذا الانتصار. خمسة أسماء، خمسة نجوم فايف ستار يبحثون عن هذا الانتصار. العودة وين؟ العودة إلى الكايد وإبداعات الكايد، العودة إلى الكايد وانفراد الكايد. الكايد هنا، الكايد والكاتب، من انفرد عن بقية المشاركين، من انطلق على المركز الأول والثاني بشعار هجن الشحانية. الكايد على المركز الأول مع المضمر الصامل فاران بن محمد بن قريعة، من يدفع لنا بالكايد على المركز الأول. ولكن الذهبي يحضر، وأينما يحضر الذهبي يحل الخطر، أينما يحضر الذهبي يأتي معه الخطر. لينطلق في هذه اللحظات مقدم لنا الكاتب بشعار هجن الشحانية على ثاني الأسماء سالم بن فاران المري، من يدفع لنا بالكاتب على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع أول نداء وأول ظهور لشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مع تحديات حشيم وانطلاقات حشيم. حشيم ينطلق على المركز الثالث، عبيد بن محمد بن مطر بالضبيعة الاكتبي يقدم لنا حشيم على المركز الثالث. المركز
المركز الرابع الوحداني لا والله ما انت بحالك يا الوحداني على المركز الرابع يتقدم بشعار هجن العاصفة القادمة من أجل الانتصار القادم هذا الشعار من أجل الفوز ينطلق هذا الشعار الكبير ينطلق هذا الشعار الذي هو أشهر من نار على علم غياث الهلالي يقدم لنا انطلاقة الوحداني على رابع الأسماء المركز الخامس تابع دليل هو الحاضر دليل هو الواصل بشعار هجن الشحانية يتقدم الصامل فاران بن محمد بن قريع يدفع لنا بدليل على مستوى المركز الخامس الأسماء بدأت تتدخل في هذه اللحظات وبدأت في الظهور يا سلام يا سلام يا سلام العودة وين يا الكايد وين الكايد على المركز الأول الكايد على أول الأسماء لا يزال متحكم بزمام الأمور لا يزال متحكم بالصدارة محكم القبضة على المركز الأول والأمور هناك يا بن قريعة لا تزال على حالها لا تزال الأمور تتجه لصالح بن قريع ولصالح شعار هجن الشحانية الكايد والصامل فاران بن محمد بن قريع من يقدم لنا الكايد ولكن هنا ينطلق الكاتب 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 بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الكاتب على المركز الثاني انطلق واقترب الى المركز الاول بدأ في الظهور انطلق وغير في هذه اللحظات مع الامتار الاخيرة مع الامتار النهائية انطلق الكاتب انطلاقة الكبار انطلاقة الكبار وهنا تحديات الكبار تظهر مع الكاتب تظهر مع هذه الامتار الكايد على المركز الثاني هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع وغياث الهلالي بشعار هجن العاصفة يقدم لنا الوحداني من بدأ في الظهور في هذه اللحظات على ثالث الأسماء ولكن وين وين يا الكاتب وين وين يا الكاتب وين وين يا الذهبي وين خلاص خلاص الكاتب يكتب اسمه بأحرف من ذهب يكتب اسمه بأحرف من ذهب مع الذهبي سالم بن فاران سلام الذهبي سلام سلام يا الكاتب سلام تهانينا والف مبروك لهجن الشحانية وإلى الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني كان الوصول مع حشيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة اكتب المركز الثالث الوحداني هجن العاصفة مع غياث الهلالي المركز الرابع الكايد لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع المري المركز الخامس وصل دليل لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع المري اذا تهانينا تهانينا والف مبروك لهجن الشحانية والى جماهيرها والى المضمر الذهبي سالم بن فاران المري على انتزاع الكاتب ناموس وانتصار هذا الشوط 9:18:45 جزءا من الثواني سلام يا الذهبي سلام المركز الثاني كان الوصول مع حشيم بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عبيد بن محمد بن مطر بالضبيعة الاكتبي من قدم لنا حشيم 9:28:21 جزءا من الثواني ليأتي على المركز الثالث
الوحداني بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي، 9:28 و27 جزءا من الثواني. تهانينا وألف مبروك للجميع. الكلمة والمايك تنتقل.